الدكتور أحمد عادل مدرس أمراض الذكورة والعقم طب القصر العيني، استشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، زميل الجمعية الأوروبية للصحة الجنسية. أهلا بكم. الضعف الجنسي له أسباب كتيرة يا جماعة، ولازم نربط بين الضعف الجنسي وبين الأمراض. يعني من ضمن الأسباب المشهورة للضعف الجنسي السكر، لأن السكر بيؤدي إلى مشاكل للضعف الجنسي بثلاث ميكانيزمات مشهورة جدا. يعني بيأثر على الأوعية الدموية فاسكولوباثي، وبيأثر على الأعصاب نيوروباثي، وبيأثر على الحالة النفسية. المريض السكر نفسه بيبقى عنده اعتقاد أنه ممكن يجي له ضعف جنسي، فسايكوجينيك كمان، أعصاب شرايين ونفسية. الضغط، الضغط يأثر على الضعف، بيعمل ضغط في جنسي، وأدوية الضغط بعضها بيؤثر وبيعمل ضعف جنسي. القرحة المعدة أدويتها بتعمل مشاكل، القديمة الجديدة الليس اكستند شوية. الاكتئاب بعض أدويته بتعمل، ارتفاع البرولاكتين بيؤثر وبيعمل ضعف جنسي. مشاكل الغدة الدرقية من ضمنها الدي اس، المرض المشهور جدا دلوقتي، تصلب المتناسة، ده من أول أعراضه الضعف الجنسي. الضعف الجنسي ممكن يحصل نتيجة حالة نفسية، اعتقاد الإنسان أنه مذنب فيحصل له ضعف جنسي، في حالات العلاقات الغير قانونية خارج نطاق الزواج، أو ما يسمى بغلبة إحساس الأمومة أو حالة إحساس الأبوة، فبيؤدي إلى مشاكل. يعني يحس أنه البنت دي اللي هو متجوزها قريبة بالشبه من بنته اللي توفت مثلا، فيحصل له ضعف جنسي. أو شوف غلبة الأمومة، أن الأم مسيطرة عليه فخايف من أمه، زي ما اتعمل في فيلم نور الشريف بالشكل ده، عمله كويس جدا، عنده ميول دايما لكل حد شبه مامته، فحصل حالة نفسية. لكن الحاجات العضوية حدث ولا حرج، جلطات، في أمراض إحداث جلطة في الجسم أو عندها فرصة جلطة في الجسم، حالة اسمها ليريش سندروم، حالة ليريش جلطة بتيجي في الشريان المتفرع أو انقسام الشرايين فتؤدي إلى ضعف جنسي. هذا أمر مهم جدا، الضعف الجنسي موضوع في منتهى الأهمية. النهاردة هنتكلم عنه بالتفصيل، وهنتكلم على شكل علاجي مهم فيه بالتفصيل في حلقة مهمة جدا مع ضيفي العزيز، اسمه متميز وأداء علمي متميز للغاية، الأستاذ الدكتور أحمد عادل. أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا يا دكتور أيمن. عايز أتكلم على الضعف الجنسي في الأساليب العلاجية وبرضه في تشخيص. إحنا دايما بنقول جملة وأنا بأصر دايما يذكرها، الضعف الجنسي مرض له حل. يمكن في ناس كتيرة جدا نتيجة زي ما اتكلمنا في حلقات سابقة، نتيجة انها جربت المنشط مرة واثنين وثلاثة بدون استشارة طبيب، ومع الوقت ابتدى يفقد الفعالية بتاعته، وبتفتكر ان دي نقطة النهاية وان كده خلاص الموضوع انتهى، وبالتالي خلاص انا اسلم امري بقى كده وانا مفيش اي طريقة تانية. لا، النقطة اللي دايما بنأكد عليها، الضعف الجنسي مرض له حل، واللي خلاه لي حل تعدد وسائل علاجه. ويمكن احنا عندنا ثلاث طرق رئيسية لعلاج الضعف الجنسي، تبدأ بالعلاج الدوائي. والغلطة الكبرى انه ساعات المريض بيفتكر ان العلاج الدوائي هو مجرد انه ياخد حباية عند اللزوم، ودي اكبر غلطة، ده مش العلاج الدوائي المقصود ابدا. الخطوة التانية ويمكن ده موضوع حلقتنا النهاردة، هو الحقن الموضعي اللي بسميه العلاج القديم الجديد. واخيرا التدخلات الجراحية اللي هي زرع الدعامات اللي خلته مرض له حل فعلا. ده كله هيكون مبني زي ما حضرتك ذكرت على تشخيص، وهي دي الخطوة الأهم في الشغلانة بتاعتنا، مش أني أكتب روشتة، مش أني أقول له خد حقنة، ومش أني أعمله عملية. قبل ما ألجأ لأي حاجة من الحاجات دي، أنا مفروض أبقى أنا والمريض متفقين أن إحنا قدام وضعية معينة، درجة من درجات الضعف اللي قد تستوجب علاج دوائي فقط، أو لا حقن موضعي، أو تدخلات جراحية. فيبقى أن التشخيص هو الأهم. النهاردة إحنا خلي بالكم أن الحلقات يعني كل حلقة جزء معين، يعني هنتكلم النهارده على الحقن الموضعي. ما هو المقصود بالحقن الموضعي؟ أين موقعه من خريطة العلاج؟ السؤال ده في منتهى الأهمية. الحقن الموضعي ببساطة هو إن أنا بحقن مباشرة جوه العضو الذكري مواد منشطة بتساعد على تدفق الدم جواه، لأن إحنا زي ما إحنا عارفين الانتصاب ده عبارة عن وضعية ضخ دم. فبالتالي الأدوية دي لما بتحقن مباشرة بداخل القضيب بتساعد على ضخ دم بشكل قوي ومباشر، يساعد على إتمام العملية الجنسية. الحقن الموضعي موقعه من علاجات الضعف الجنسي أنا بسميه القديم والجديد. ليه قديم وجديد؟ قبل عصر ظهور المنشطات الجنسية اللي بأواخر التسعينات كانت هو ده العلاج الوحيد للضعف الجنسي الغير جراحي، لأن الجراحة طبعا زرع الدعامات.
فبالتالي كان هو العلاج الوحيد. مع ظهور المنشطات تراجع دوره، لانه طبعا بقى اسهل بكتير انك تاخد حبايه انك تاخد حقنه. لكن لان احنا زي ما ذكرنا قبل كده عايشين حاليا في عصر بنسميه era of the poor responders، انه الناس فقدت التاثير بتاع المنشطات الجنسيه معاها، فرجعنا تاني لموضوع الحقن الموضعي. وللاسف الشديد، ويمكن ده ممكن نذكره بعد شويه، انه اتظلم. جمله شهيره جدا بنسمعها من المرضى اول ما يذكر الحقن الموضعي: بلاش يا دكتور لو سمحت، انا سمعت انه بيعمل تليف. بلاش يا دكتور لو سمحت، مش معقول هدي نفسي حقن وشكشك روحي والكلام ده كله. وده يمكن راجع ان الناس محدش وضح لها بشكل كبير تقنيه تكنيك الحقن، المواد دي بتستخدم ازاي، وازاي ملهاش اي اثار جانبيه ولو فيه في اضيق الحدود. يبقى السؤال التقليدي: التقنيه والاستخدام. تكنيك الحقن هو تكنيك بسيط جدا، يمكن احنا معانا صور هنشوفها دلوقتي لتكنيك الحقن. هو حقنه انسولين. ويمكن مرضى السكر كلهم، لانهم مرضى في الاغلب بيعانوا فتره من فترات من وجود ضعف جنسي زي ما حضرتك ذكرت في مقدمه الحلقه، عارفين انه حقنه الانسولين دي حقنه بسيطه جدا، سن ما هوش كبير خالص. الصور يمكن معانا اهي، بتحقن مباشره. انا دايما بقول للمريض مش محتاج انك تكون بتعرف تدي حقن، مش محتاج انك تخش في وريد معين او شريان معين او ده في جسم القضيب مباشره، حاجه بتتعلمها في دقيقه وفي منتهى السهوله وفي منتهى اليسر، وما فيش منها اي خطوره. فكتكنيك حقن مفيش فيه مشكله، بياخد دقيقه وبنعلم المريض والامر بعد كده في منتهى السهوله. يمكن في الاول بيكون مستغرب شويه، الفكره نفسها بتبقى غريبه شويه، لكن بعد شويه الامور بتمشي عادي وبيبقى حاجه بيعملها بشكل دوري من غير اي مشاكل. متى نلجأ له؟ السؤال ده برضه في غايه الاهميه. متى نلجأ له؟ لو وصلنا لمرحله زي ما اتفقنا من شويه ان التشخيص هو الاهم، والتشخيص ممكن يورينا ان احنا وصلنا لمرحله الاستجابه على العلاجات الدوائيه بقت ضعيفه. اول ما هنصل لهذه النقطه هنبقى قدام حل من اتنين: يا اللجوء للحقن الموضعي، وانا بعتبره الخطوه الثانيه، او اللجوء للتدخل الجراحي. ليه ممكن اسكيب او اوقع خطوه الحقن؟ في بعض المرضى بيجوا يقولوا لي: بص يا دكتور، يعني هو جايب معايا نتيجه وكويس جدا، بس انا الفكره مش مستساغه بالنسبه لي. فده خلاص بقوله يبقى هنتجه ناحيه الحقن الموضعي، ناحيه للاسف زرع الدعامات. لكن امتى الجا للحقن؟ بمجرد ما اصل لمرحله او استنتاج نتيجه التشخيص اللي احنا عملناه المعتمد على وسائل كتير ذكرناها قبل كده، انه العلاج الدوائي فقد فعاليته مع هذا المريض، فيجب الانتقال للخطوه التاليه اللي هي الحقن الموضعي. لو عندي 10 حالات دخلوا بيعانوا من ضعف جنسي، هل ال10 يصلح لهم حق؟ حسب درجه الضعف اللي موجوده عندهم. هو الحقن، عشان دي نقطه مهمه وسيء فهمها شويه، هل الحقن هيجيب نتيجه مع كل الناس؟ لا، ما حدش قال كده. احنا زي ما اتفقنا الضعف درجات، في بعض الدرجات هتستجيب وبعضها لا. لكن في بعض المرضى بيجوا لنا حاليا في عياداتنا يقول لي: بص يا دكتور، انا باخد الحبايه وجايبه معايا نتيجه هايله جدا، بس للاسف مش قادر اتعامل مع الاثار الجانبيه بتاعتها، الصداع، الزغلله، احمرار العين، كل الكلام ده بيفقدني المتعه. ممكن اخش على الحقن؟ اه طبعا ممكن، لانه الحقن لو قارناه بالادويه العاديه، احنا عندنا 3 مميزات كبرى بالمقارنه بالادويه العاديه. واحد، هو ملوش اي اثار جانبيه، وده لانه بيحقن مباشره داخل الدوره الدمويه الخاصه بالقضيب، ملوش دعوه بالدوره الدمويه العامه للجسم. مفيش صداع، مفيش زغلله، مفيش احمرار، كل الكلام ده مش موجود. مفيش تعارض مع ادويه ثانيه. ودي النقطه الثانيه المهمه جدا. زي ما اتفقنا قبل كده انه اغلب مرضى الضعف الجنسي هو اما مريض سكر، يا مريض قلب، يا مريض ضغط، وبالتالي بياخد بعض الادويه اللي قد تتعارض مع الادويه المنشطه العاديه. الحقن ما فيهوش المشكله دي، الحقن ده ملوش اي تعارض لانه ما بيخشش الدوره الدمويه العامه للجسم، هو كله داخل الدوره الدمويه الخاصه بالقضيب. النقطه الثالثه والاهم هو الفعاليه والسرعه. معروف انه اي حد بياخد منشط جنسي المفروض بياخده قبل العلاقه الزوجيه من ساعه لاكثر، ولازم على معده فاضيه، ولازم ولازم ولازم. الحقن الموضعي ما فيهوش التحضيرات دي، بمعنى مش مفروض يكون هو على معده فاضيه، مش قبلها بساعه، قبل الجماع ب 10 دقائق ربع ساعه بيتم الحقن ويتم الاستجابه. طيب الماده الفعاله في الثلاث ادويه المشهوره للسيلندلافيل هو فوسفودايستريز انهبيتور، هو بيشتغل على انه بيقلل تكسير النيتريك اسيد اللي موجود، وبالتالي بيخلي الاوعيه الدمويه تتسع. بالظبط كده. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد عدل، مدرس امراض الذكوره والعقم بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره، واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، وزميل الجمعيه الاوروبيه للصحه الجنسيه. نورتني في الناس الحلوه. اشكرك يا دكتور، اسعدتني بهذا. اشكرك. نكون دايما بعيد عن كل الاوهام، وخليكم دايما معانا مع الناس الحلوه.